ازيكم عاملين ايه؟ انا وصلاح حابين نعمل معاكم النهارده كيكه شوكولاته في الميكرويف، اخر لذاذه وحلاوه وطعمها حلو جدا وسريعه جدا في التحضير، وتنفع للناس الكسلين والبردانين اللي زي كده، وعجبت صلاح جدا 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 زي ما انتم شايفين. يلا بينا نبدا الوصفه. قبل ما نبدا الوصفه احب افكركم تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وشير للفيديو. اول حاجه هنحتاجها مع بعض هي بيضه، دي جابها لنا خلاص ابو صلاح، وهنكسر البيضة بتاعتنا في بولة كبيرة شوية وعميقة شوية عشان تكفي المكونات بالكامل، وكمان تكفي الكيكة لما الارتفاع بتاعها يزيد. هنضرب البيضة بتاعتنا بشوكة أو بمضرب يدوي، وبعد كده هنضيف عليها 3 معالق كبيرة من الدقيق. أنا استخدمت دقيق عادي خالص متعدد الاستخدامات. وتاني حاجة هنحتاجها مع بعض هي معلقة كبيرة من الكاكاو الخام اللي هو غير مسكر، يعني مينفعش معناه النسكويك. ودلوقتي صلاح جاب لنا السكر، شكرا يا ابو صلاح. وهنحط دلوقتي 4 معالق كبيره من السكر، وكمان هنحتاج فانيليا وبيكنج باودر. هنحتاج من الفانيليا كيس صغير او معلقه من لو الفانيليا سايله، وهنحتاج نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنبدا دلوقتي نضيف السوائل، وهنحتاج 4 معالق كبيره من الحليب. ماشي يا صلاح ماشي، والله العظيم لما الفيديو يخلص عرفت ما مطلعكش معايا ليه. ماشي يا صلاح ماشي. طب بطل شقاوه وقله ادب يا صلاح، ونجرب هات 4 معالق كبيره من الزيت. ودلوقتي يا جماعه معانا اخر مكون من الكيك، وهو 4 معالق كبار من الزيت زي ما قلنا لصلاح. هنحطهم وبعد كده يبقى الكيكه بتاعتنا جاهزه ان احنا نقلبها بالشوكه تقليبه حلوه جدا لغايه ما كل المكونات تندمج، ونتاكد تماما ان السكر داب فيها. ده كده الشكل النهائي والثقل اللي احنا عايزين نوصل له. كده الكيكه بتاعتنا بقت جاهزه ان هي تدخل الميكرويف لمده 2.5 دقايق لو الباور بتاعه 900 واط. طيب انت عايزاها تبقى لينه شويه او قطره شويه، ممكن تحطيها 2 دقايق بس وبعد كده تطلعيها تتاكدي ان هي استوت ولا لا. طيب الحمد لله هي كده طلعت معايا، هنعمل لها اختبار سريع اسمه اختبار الشوكه عشان نتاكد ان هي استوت من جوه مش معجنه. طريه جدا، طعمها حلو جدا جدا وهتعجبكم، وسريعه جدا في التحضير، كلوها بعد ما تبرد شويه عشان ما تلسعكمش. ودلوقتي بقى نخلي صلاح يدوقها. يا صلاح صلاح دوقها، بس دوقها، سيب حاجة للبيت يا صلاح، عيب كده صلاح.